وأخيرا استراحت تعز قليلا، أو هي استراحة المحارب. على وقع الأناشيد الوطنية انتشل الانتصار الجزئي المدينة من حالتها المشلولة بعد أشهر من الحرب. فرحة غامرة اجتاحت مركز المحافظة بما حققته المقاومة والجيش الوطني. كسب جولة جديدة من المعركة، أسقط الحصار وفتح منفذا للحياة بعد أن حولته الميليشيا معبرا للموت. تبدو هذه اللحظة إعلانا للفرح على القدر الذي هو في الأصل إعلان لعودة الحياة إلى طبيعتها ولو مبدئيا، لكنه أظهر المدينة كم كانت متعطشة لأوقات الهدوء والطمأنينة. هكذا ظهرت تعز إذن بعد شهور سلبت الحرب أبناءها البهجة. تدافع الناس إلى الشوارع معبرين عن لحظات استثنائية في حياتهم، حيث يتدفق الشعور بالزهو قبلهم في محيى المدينة اليوم وتغمر قلوبهم قبل وجوههم السعادة. حاولت الميليشيا سرقة الحياة، حولت أبسط معالم المدينة إلى مواقع للقصف وثكنات عسكرية للقنص، لكنهم اليوم مسرورون لما تحقق. ووسط المدينة في شارع جمال خرج الناس تعبيرا عن مشاركة المقاومة الانتصار، بل استلهموا منها نشوة الفرحة بما تحقق في هذه المدينة التي تستحق أن تستعيد عافيتها، ليس لأجلها فقط بل لأجل الوطن.